كملت اجراءات نتاع الكل في بالي اليوم باش نروح للمره الثانيه. المره اللي فاتت نهار 22 جيت انا والعائله نتاع الكل بحكم جيت لتونس نهار 18 بحكم اني مقيم في الخارج وانا نائب على التونسيين بالخارج مقيم في الخارج عندي اكثر من 18 سنه توا يعني جيت انا وجينا مروحين انا والعائله قالوا لي لا انت للعائله ما دام هم معاك ما يتعدى حتى حد. ايه علاش؟ قال لك عندنا قرار شفاهي من فوق باهي كلمته الاداره قال لك كلمنا الاداره حدود الاجانب هي عطت تعليمات باش ما تسافرش باهي روحت ما عملتش لا شوها لا فوفا قلنا اوكي اجراءات والرئيس قال لك اجراءات على الناس الكل قلنا اوكي ما دام اجراءات على الناس الكل نقبلوا خلينا نشوفوا واش فما. اليوم رجعت قال لك لا ماكش مسافر. هي علاش مانيش مسافر؟ قال لك كل عادة مازلت عندنا التعليمات النواب القضاة المحامين المديرين نتاع الشركات سمعت حاجة أخرى زاد أنه فما مجموعة من الصحفيين زاد لا المهم قال لك يا خويا ما تنجمش تسافر. قلت له لكن هاو فما زميلي أنا من التيار الديمقراطي نور بالشادة وسافر. قال لك خويا ما عندي حتى فكرة بيا عندي زميلي الآخر أنا اسمه حسين جنيح اللي عنده قناة التاسعة هاو حتى هو سيبته وسافر. قال لي خويا انا ما عندي ما نجم نقول لك يعني فسروا لي القانون يتطبق كان علينا احنا فقط لازمتي يكون عندي قناه انا باش نجم نخرج تاع حسن جنيح ولا مانيش عارف بالضبط ولا لازمتي يكون عندي كتاف كيما نور بالشاهد يعني فسروا لي بالضبط القانون على شكون يتطبق في البلاد هذه. اذا انا نايب شعب وراني مازلت نايب شعب بإرادة التونسيين انا ما حطني حتى حد لا دخلت على الدباب ولا عملت انقلاب انا مازلت نائب شعب اليوم نتمنع من السفر من غير حتى لا وحاورد بالك بقرار شفاهي قرار شفاهي بعد يطلع رئيس الجمهورية يقول لك القانون على الناس الكل. لا يا حبيبي موش على الناس الكل فما نواب يتعداو ورجال أعمال يتعداو فما نواب معاقبين ما يتعداوش وهني بيناتنا توا هني قاعد نتبع فيكم قدمت القضايا متاعي شكيت بوزارة الداخلية شكيت المحكمة الإدارية وهنا قاعدين نشوف مرحبا بكم في تونس.